اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النيران، اللهم اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا وصامه إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، فغفرت ما سبق من ذنبه وسترت عيبه وأعتقته من النار. اللهم وأعد علينا مواسم العتق من النار أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وانصر أمة الإسلام يا رب العالمين.